يا رجال الليث الرهيس، يا فرسان الليث الرهيس، ما غزوت يوما إلا واقتسمت معكم ما غنمت، وما اصطدت شيئا إلا وأكلتم منه قبل أن آكل منه. خرجتم من قبائلكم كرها، فاتخذتكم قربي طوعا. ثم إن بعضكم يخرج للصيد دون إذن مني، وبعضكم يرفض أن يتقاسم معنا صيده. منذ ساعة ستتغير الأحوال. لئن لم يجمعنا النسب والدم فقد جمعتنا الأحوال والأقدار. سنقيم في الأرض القريبة منا، سنقيم الخيام، سنقيم المجالس، سنأتي بالنساء ليعاشرننا ويقمن على خدمتنا. سنكون قبيلة جديدة لها شأن بين قبائل العرب لم يعرف مثلها من قبل. فاعلموا منذ الساعة أنا سيد هذه القبيلة، لا أمر إلا أمري ولا نهي إلا نهي. فمن أحب منكم على الرحب والساعة، ومن لم يحب تلك هي الصحراء أمامه. واعلم أني لن أظلم أحداً ولن أجور على أحد، فمن قبل مني قبلت منه، ومن لم يقبل فالصحراء واسعة فليخرج إليها. أما من بقي فهو عهد مني ومنه أنه بيننا إلى الأبد. هذه مقالتي، فانظروا ما أنتم فاعلون.